لو الحكاية فيها إن فيتو معانا دكتور محمد صلاح شبيب استشاري الأطفال وحديث الولادة. زي دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. نورتنا النهاردة فيتو. ربنا يخليك. شكرا. ميرسي يا دكتور. طبعا بقى الصيف جاي بقى بحلاوته مع الأطفال. كنا عايزين نتكلم عن أمراض الصيف أمراض الأطفال في الصيف. بصي، واحنا عندنا في الصيف بيبقى عندنا انواع من الامراض بتنتشر في الفتره دي. الانواع دي عباره عن امراض معديه ما بين زي حاجه زي النزلات المعويه بجميع انواعها، التهاب الكبدي الوبائي والجدير المائي، فدي اسمها امراض ايه؟ معديه. بالاضافه لامراض اخرى اللي هي نتيجه التعرض للشمس، منها حرق الشمس ومنها ضربه الشمس. امراض اخرى زي الحساسيه الجلديه نتيجه قرص الناموس والهاموش والحشرات، دي مثلا حساسيه الحشريه، وجميع انواع الحساسيه بتنتشر في فتره الصيف. عندنا مجموعه امراض هي دي اللي ايه اللي ممكن تعمل معانا ما يسمى او الجروب دوت ما يسمى بامراض الصيف. فيتو.